السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أرويكم لعبة وايلد ستار. هاي اللعبة من ألعاب الأمومو مثل وورد اوف وور كرافت، فاينل فانتسي. واللعبة هاي بعدها في البيتا وبتنزل شهر 6، وحين أرويكم الكاركتر كرييشن. هني في اللعبة مثل الفاكشن، في يعني فاكشن من طرف ومن طرف ثاني، وعندك اللعبة فيها 4 رئيسات من كل فاكشن. يعني هني يشوفون اللي شكله يشبه ال هو هيومن، بعدين مثل هاي اللي تشوفونه مايله. وعندك هني الفاكشن الثاني، عجبوني هاي اللي انا عجبني هالحصة شي على وورير. على هني الكلاسات، اللعبة فيها 6 كلاسات بعد، 1 2 اللي هو الوارير انجينير، انا ما اعرف عنهم اي شيء تقريبا، اول مره العبه. في الميديك، ستوكر عشان كان اساسن ثيف تي هالاشياء، سبيل سلينجر هذا اظن شيء رينج، انجينير شكله مثل سبورت اتوقع. يعني عقب عندك الباث، سولجر، ساتلر، ساينتست، اكسبلورر. هني معلومات عن الاشياء هاي، الباث بتشوف باث انفورميشن. واني شو تروم مسوي، تروم تغير شكل اللاعب بالتفصيل، يعني تغيره كيف تبغاه. وهذا بديش اللعبة، برويكم ان شاء الله بعدين الكومبات ماله وطريقة اللعب احسن. اللعبة فيها مثل هالعلامة الصح والتعجب والاشياء، انك تشوف الكويست وكيف تروح له وما تروح له. اشياء هي حلوة وهالأشياء وايد حلوة أصلا، صارت مثل أشياء أساسية في الألعاب، إنه ما يحتاج الواحد إنه أفكر شو أضرب وأفكر شو أسوي، وين أروح، عقب شو العقب، عقب ما أخلص هالمنطقة شو أسوي. ما يحتاج يعني، خلاص يعني تتخبرني عن طريق في شيء يسمونه كويست باث. هني كاتسين صار، عقبها يقول لي شوفني مثلا بدق على الكويست نفسه، يعطيني هالعلامة هاي. يوم دك شفت تستخدم السبرنت تطيح بعد تحصل دامج في العاب ما يستوي له شيء اللاعب. وفي اللعبة دبل جامب صح، الكومبات ماله حلو الصراحة ورهيب، عجبني يعني. في كل لاعب عنده مثل حرف الار، لان هذا لاعب ستوكر، فشوف الار شو تسوي، يكون مختفي عقبه من وراه. ها كم ضرب 400، نكتب لي التشالنج انلوك مثل ما قلت لكم قبل. في محل الكوستات، في كوستات، في التشالنج، وفي الساينست الباث اللي اخترته انا. اقدر هاي الثلاث اشياء الفلها في نفس الوقت. هني مثل قاعد اسوي كوست، فصراحة اللعبة وايد حلوة عجبتني. اظن اذا حد ضرب معاي احصل كوست بعد انا نفسي. اذا بعد تحرك تشل ترد الماوس، سكرول ماوس ترجع ورا. دش عندهم تسوي لك اكونت وجرب هاللعبة في البيتا، النكست بيتا بعد تروم تجرب عادي، يعني ما بنا في ناس وناس لا، بس انت تسجل، مش لازم تشترك ولا شيء، بس انه بيطرشوا لك ايميل بيقول لك والله البيتا النكست بيتا بيكون في اليوم الفلاني، وجرب اللعبة بتستانس يعني. او يعتمد على الشخص، من شخص لشخص، في ناس ما تحب الستايل هذا، في ناس تحب انا عن نفسي صراحة اللعبة عجبتني. ويمكن اللعبة ترى اشتراك شهري تدفع لها، مش فري تو بلاي، في ناس يفضلون الالعاب فري تو بلاي. انا ما عندي مشكلة في هالشيء، ان شاء الله بشترك فيها وبلعب هاللعبة بجربها، حس انها لها مستقبل اللعبة. من يوم تلفل يرويك شي مثلا السكلات والاشياء، يعني شو بتحصل ليفل 4. الحين ليفل 4 اعطنا هني مثلا حركة، بعدين كاتب لي هني باي ابيليتي، هتشتريها عقب تضيفها هني في البار.
انا اظن في سكلات تقدر تبطيه فانت حطه، انا اظنها حق ال شو تريد شو ما تريد. بس هني شو شفت بعد؟ اسلت سبورت يوتيليتي باث، يعني في وايد اشياء تقريبا هني بعد، اللي هو اي ام بي مثل تالنت، تروم تختار اشياء تزيد كريتيكال، هني على الاسلت اكثر ولا على الهايبرد شي. فهاي اشياء يمكن بعدين نشوفها، بعد اشياء تميزك بينك وبين اللاعب الثاني، يعني ستوكر، يعني الستوكر مالي غير عن الستوكر هذا، مثل هالاشياء يعني. فحبيت ارويكم هالاشياء بعد.